هم مجموعة من الشباب من اختصاصات أكاديمية مختلفة جمعهم قطاع السياحة بعد تكوين سريع طلبا للشغل. أني خريج لغة إسبانية وكان انتداب مباشر عن طريق بيرو الشغل المدرسة السياحية بمنستير، وكان فرصة رائعة الحقيقة. في الاختصاص هذا دخلته بعد ما تخرجت تقني سامي في التجارة مدة 10 سنين، ما لقيتش خدمة. بعثوا لي اس ام اس بير الشغل، قالوا لي راهو عندك اونتريتيان باش لوتيل ينتدبوك. عملت فورماسيون اكسيليري، عملت مده تكوين سريع من خلال دراسه في مدرسه السياحه بالمنستير ودراسه تطبيقيه لهنا في النزل، ومن بعدها تم انتدابي، وفي خضم الانتداب قاعد نزيد نتعلم ونزيد نتكون. عندي الكونفيونس اني نخدم كل شيء عادي جدا، لانه بعيد على الدومين نتاعي كما قلت لك، خاطر عامله كونتابيليتي واسيستونت، وخدمت قبل معناتها كاميرا سيكوريتي ما جست مع لي بوتيك. بعد سنتين من الصعوبات شهدها قطاع السياحة بسبب جائحة الكورونا، افتقرت النزل بالمنستير إلى اليد العاملة، مما دفعها إلى الانخراط في مبادرة لانتداب أكثر من 350 طالب شغل تم تكوينهم بالمدرسة السياحية بالمنستير. معنا البارتنير سويس كونتاكت صارت عملية تكوين للطالبي الشغل اللي عندهم حتى علاقة، عمرهم ما كانوا موجودين في قطاع السياحة ولا اشتغلوا في قطاع السياحة. هو هذاك علاش قلنا الأيام الجهوية كانوا على زوز أيام. اليوم الأول كان معناتها لطالبي الشغل اللي عندهم دراية بالسياحة وخدموا في قطاع السياحة، واليوم الثاني كان خاص بالعبيد اللي ما كانتش عندها حتى علاقة بالسياحة وما كانتش ما خدمت حتى مرة في السياحة. وقع الاختيار على تقريبا 350 شخص، هذا كان انتداب مباشر اللي هما نسميوه احنا ريكونفيرسيون، اللي هذوما عندهم شهائد عليا ودخلوا يخدموا في النزل. وقمنا في المرحلة الثانية بتكوين ما يزيد على 100 شخص في طبعا في الاختصاصات التقنية. التكوين السريع في الخدمات السياحية عضده تكوين ميداني متواصل من أجل جودة الخدمات المقدمة. ثم بادرة نتاع تكوين صارت عن طريق وزارة التكوين المهني، واخترنا منهم معناتها عدة عناصر باش كملوا معناتها سدينا بهم الثغرات. الرسكلة مش تكون معناتها على عين المكان، معناتها بالطبيعة معناتها رسكلة مستمرة يومية. معناتها عملنا عملية استقطاب للناس اللي تحب تدخل السياحة حسب المهارات نتاعها. عندنا نحن نقص في المهارات هذه، دونك اللي حب يعمل إعادة توجيه خذيناه، فما اللي خذيناه بصفة مباشرة الاختصاص نتاعو يخول له باش يدخل، خذيناه بصفة مباشرة، فما اللي يحتاج للتكوين سريع باش ياخذ المبادئ. احنا ماهيش إشكالية راهو باش نهزوا خدام البرا، احنا الإشكالية نتاعنا اليوم شكون عاوننا باش نعملوا لي فورماسيون؟ شكون اللي حط فلوس باش نعملوا لي فورماسيون في تونس؟ القطاع السياحي الإشكالية الكبيرة نتاعو كما تعرف هي الموسمية، دونك ديما نتعرضوا لفرد مشكل. اخدم في الصيف ارتاح في الشتاء، دونك سيفري مشكلة كبيرة ياسر. عديدة هي الفرص والمجالات التي تتيحها سوق الشغل في القطاع السياحي في تونس إذا ما توفر التكوين والاستمرارية بعيدا عن العمل الموسمي.